في إطار الحملة الواسعة المنظمة من قبل مصالح أمن ولاية بازا في قصد مكافحة ظاهرة حوادث المرور خاصة في الآونة الأخيرة، وتبعا البرنامج المستمر من قبل مصالح أمن ولاية بازا من خلال تنظيم لقاءات تحسيسية ودروس تربوية لفائدة التلاميذ، كذلك خروج إلى الميدان قصد توعية السواق من هذه الآفة في لفتة نوعية ورياضية، ارتأت مصالح أمن ولاية بازا بمعية إذاعة بازا إلى تنظيم مباراة ودية يتم من خلالها تقديم رسائل توعوية تحسيسية قصد دق ناقوس الخطر من هذه الظاهرة التي تنامت كثيرا في الآونة الأخيرة، وهذا دائما بالشراكة والعمل التحسيسي والاتصالي مع إذاعة بازا الجهوية.